مرحبا أيها المفكرون الصغار، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الباء. هكذا يكون شكل حرف الباء. سوف أقوم الآن بقراءة بعض الكلمات التي تبدأ بحرف الباء. استمع عزيزي الطالب إلى هذه الكلمات وانتبه جيدا. ببغاء، ببغاء. هل رأيتم أصدقائي حرف الباء في أول الكلمة؟ بيت، بيت. بصل، بصل. بالون، بالون. بركان، بركان. بطريق، بطريق. يوجد الكثير الكثير من الكلمات التي يوجد فيها حرف الباء، سوف نقوم بالتعرف عليها لاحقا. الآن سوف أقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية. أريد منكم أن تنتبهوا جيدا إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف الباء. وبما أننا نتحدث عن الروتين اليومي، فالروتين اليومي يوجد فيه وجبة الفطور. انتبهوا أصدقائي إلى هذه الكلمات. وجبة الفطور: سمسم تشرب الحليب، وسيم يشرب اللبن، وسكر يأكل البيض. انظروا أعزائي الطلبة إلى الكلمات: الحليب، الباء في آخر الكلمة، اللبن، الباء هنا في وسط الكلمة، البيض، بيض، الباء في أول الكلمة. أريد منكم أن تعلموا أن الحليب واللبن والبيض هو من الأكل الصحي الذي سوف نقوم بالتحدث عنه في هذه الوحدة، وحدة من نحن، الأكل الصحي والأكل الغير صحي. إذن وجبة الفطور أيضا هي من الروتين اليومي الذي نقوم به عادة. هنا في هذا التمرين أريد منك عزيزي الطالب أن تصل بين حرف الباء والصورة التي يحتوي اسمها على الحرف. استمع جيدا حتى تكون طالبا متعلما ومفكرا. خبز، خبز، يوجد فيها حرف الباء. لبن، لبن، يوجد حرف الباء. حليب، حليب، يوجد فيها أيضا حرف الباء. بيض، بيض، يوجد في هذه الصورة حرف الباء. أما الكعك لا يوجد فيها حرف الباء. هنا سوف تقوم بتلوين حرف الباء. الباء في أول الكلمة والباء في آخر الكلمة. بيض، بيض. كوب، كوب. هل رأيتم أصدقائي حرف الباء؟ وهنا عزيزي الطالب سوف تقوم أولاً بتتبع النقاط لكتابة حرف الباء في أول الكلمة وحرف الباء في آخر الكلمة، ومن ثم سوف تقوم بكتابة حرف الباء من غير تتبع النقاط بطريقتك الخاصة، ولكن يجب عليك الانتباه جيداً لكتابته، إنه سهل جداً. باء في أول الكلمة مثل كلمة بقرة، وباء في آخر الكلمة مثل كلمة حليب. سوف نقوم أيضا بقراءة الكثير من القصص عن حرف الباء. سوف أقوم بقراءة هذه القصة، انتبهوا جيدا لها. حرف الباء: بسمة بنت صغيرة. هل رأيتم أصدقائي حرف الباء في كلمة بسمة وبنت؟ تعيش في بيت جميل، بجوار البيت يوجد بحيرة ماء، تسبح فيها بطة وتشرب منها بقرة. إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الباء. أريد منك عزيزي الطالب حل جميع الأسئلة الموجودة في هذه الصفحة، وأريد منك أيضا الاستماع إلى جميع القصص